السلام عليكم. تخيل انت في مبادرة السيارات اللي موجودة دلوقتي تقدر تركب عربية في تصميمها بورش ومازيراتي. شركة هوندا عملت عربية تحفة، واسمحوا لي الفترة دي اقدم لكم محتوى استثنائي عشان نخدم به الناس اللي بتدور على موضوع المبادرة وعايزة تستغل موضوع المبادرة وترسل سياراتها مصر. الناس بتدور على عربية تكون محترمة تحط فيها فلوسها، خاصة مع ارتفاع الأسعار الأخيرة. فأنا هلف لكم لفة الفترة اللي جاية دي، محتوى استثنائي لفترة مؤقتة لمدة مثلا المبادرة، عشان أشوف لكم كذا عربية ينفع تنزلوها مصر وتحط فلوسك في حاجة مضمونة. عربية زي ار في من شركة هوندا، زي ما قال الموظف إن هي الإصدار الأول ليها، أول طرح عالمي ليها السنة دي، حاجة تحفة، علامة من علام يعني علامة مميزة جدا من شركة هوندا، عربية تحفة قوي. الفيديو طويل شوية لكن فيه كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن العربية. قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك وتعمل متابعة وتعمل منشن لصاحبك اللي عايز يشوف عربية او عايز يشتري عربية عشان ينزلها مصر دلوقتي ويستفيد منها بعدين. ولو انت عايز تشوف عربية معينة او تشوف مواصفات عربية معينة، تعرف اسعار والكلام ده كله، اكتبها لي بس في التعليقات، واي مكان هخشه هخلي الموظف المسؤول هو اللي يشرح لنا عنها، لان انا ما عنديش خبرة قوي في العربيات. تعال بقى نشوف التحفة الفنية دي. ضد ار في، عربية يابانية بالكامل، تمام. اول سنة ليها اطلاق عالمي السنة دي، تمام. هي بتيجي فئتين، بتيجي وسط وفول اوبشن. المعروضة هنا قدامك دي الفول اوبشن، تمام. بتيجي كلها 1.5 تيربو 180 حصان. العربية متقدمة بنسختين، ميديوم وفول. الميديوم يعتبر فيها معظم المواصفات اللي الناس عايزاها، ويمكن اكتر من اي عربية ميديوم تانية. فيها الهوندا سينسينج الرادار، وفيها الحساسات الأمامية والخلفية، وفيها البلايند سبوت النقط العامية في اليمين والشمال. فيها أنظمة الأمان الكاملة، كل أنظمة الفرامل والإير باجز نفسها نفس الفل بالضبط. فيها الأدابتف كروز كنترول، فيها الشاشة تاتش سكرين، فيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تمام. فيها شاحن لاسلكي، تمام. بتيجي مقاعد مخمل، وبتيجي جنوط 18 دي وفول ال اي دي عالي وواطي، والمرايات فولدت، تمام. دي فئة الميديم. والفئة اللي قدامنا دلوقتي، عليكم السلام كده، دي الفئة اللي قدامنا دلوقتي دي فئة الفول اوبشن. طبعا بتزيد عليها الشنطة الكهرباء، وبتزيد عليها السماعات 12 سماعة بوز اللي هي الكاميرات المحيطية، تمام. والكراسي الجلد، كاميرات 360 كاميرات 360 محيطية، وكراسي جلد وكراسي كهرباء، وذاكرة للمقاعد. الجنط بيجي مكحل نفس الجنط ال 18 بتاع الميديم، بس الجنط ال 18 بتاع الميديم بيجي طبعا لونه رصاصي، لكن ده بيجي مكحل تو تونز. ممتاز، تمام. كلام حلو جدا، بس خلينا عشان بس ما انساش، انا عاجبني الانحناء بتاع العربيه دي. أي. يعني مثلا تصميم قريبه من البورشه، حاجه زي كده. هي من ورا عامله زي البورش، ومن قدام عامله زي المازيراتي، يعني واخده وهي دي اكتر عربيات دلوقتي مبيعا على مستوى العالم، العربيات المرتفعه من الارض. الناس بتدور على حاجه مرتفعه، فعشان كده الناس متجهه مثلا للمصريين تحديدا متجهين للعربيات زي مثلا السبورتاج والتوسان او التيجوان. فما كانش في حاجه وسطيه بين السبورتاج والتوسان والتيجوان، فهي نزلت الزي ار في ديت، عربيه وسطيه بين الفئات دي والفئه دي. ممتاز، تمام. ممتاز. وعربيه طبعا يابانيه، دي ديورابيلتي عالي جدا طبعا. تحط تحت كلمه يابانيه دي كم خط؟ 100. عشان برضو لما الناس مثلا تسال عن السعر ما تسالنيش السعر مثلا. هي التجميع ياباني والقطع يابانيه. يعني دي النص فول ب 120 123، تمام، و 140 الفل. وعندنا طبعا احنا اتفاقيه مع شركه التموين الحديث، تقدر انك انت تاخدها بدون الضريبه، تمام. للتصدير المباشر على مصر. حلو. تمام. تدفع جزء بسيط جدا زي مبلغ رسوم كده على مبلغ العربيه، وبتاخدها تصدير مباشر على مصر بدون الضريبه. تقدر توفر الضريبه في فلوس الجمرك بتاعتك لو انت هتنزلها مصر. دي فكره جميله جدا، فهمني. على فكره عشان الناس تكون عارفه، دي تجربه شخصيه، يعني ده مش اعلان ولا حاجه. انا دخلت عليهم كده وقلت لهم انا عايز اصور السياره عشان الناس يعني بتدور عليها جامد الفتره دي. ف دي تصميم السياره من الخارج، تمام. نشوفها من الداخل بقى. لكن خلينا اوريها لكم من جوه. من هنا كده الفتحه بتاعتها سوفت قوي. انا مثلا راكب اهوت، لا واخد راحتي، كراسي مريحه، فتحت تكييف خلفيه، منفذين تايب سي لشواحن الموبايلات. المنظر من الخلف عامل كده، شغال لنا كده يا ريس بعد اذنك. طبعا التشغيل ذكي، اذا الكرسي اللي على يميني ده اتحرك لوحده، لانه في ذاكره مقاعد. العداد كله شاشه ديجيتال. خلينا اقرب من العداد كده. شاشه ديجيتال؟ ايوه ما شاء الله، ممتاز. الشاشه هنا بتحمل تاتش سكرين،
والابل كار بلاي وايرلس، فيها ابل كار بلاي وايرلس ممتاز تمام، والاندرويد اوتو بكيبل طبعا، شاحن شاحن الموبايل هنا ايوه اللي تمام. تحت ده تمام، ده طبعا في فئه الفل، في الوسط والفل، في الوسط والفل، والشاشه نفس الوسط نفس الفل، فيها الابل كار بلاي، الاندرويد اوتو، التكييف ديوال زون الجنب اليمين غير الجنب الشمال يعني. تمام، تقدر انك انت هنا تقلل الحراره على الجنب اليمين او تزودها، وتقدر تقلل الحراره او تزودها في الجنب الشمال. وفي هواء طلع معلش، هي العربيه دايره؟ لا. طيب امال التكييف ازاي يشتغل؟ دي مروحه بس. اه طيب تمام، مروحه بس. معلش انا مش خبير قوي في السيارات. لا لا تمام، لا ولا يهمك. تمام، طبعا الفئتين فيهم تبديل سرعات من الطاره، اللي هو تبديل السرعات من الطاره لو انت عايز تعملها مانيوال. تمام، الشواحن بتاعه العربيه كلها فيها تايب سي، اللي هو الشحن السريع تايب سي موجود هنا. تمام، حلو، في تايب سي هنا، في تايب سي اهو ده همك للراكب اليمين، وهنا في اليسار اليو اس بي، يو اس بي غير طبعا الخلفي اللي عندك ده، غير اللي احنا قلنا عليهم في الخلف موجودين هنا. تمام، والسماعات الصغيره دي موجوده، والسماعات ده الكبيره ده ساوند سيستم بوز 12 سماعه، بوز 12 سماعه، 12 سماعه بوز، فساوند سيستم حلو جدا. الوسط بتيجي 8 سماعات، بتيجي 8 سماعات من هوندا مش بوز، من هوندا اي 8 سماعات هوندا، لكن الفول بتيجي 12 سماعه بوز. تمام، تمام، طبعا الشاشه واحده، ديزاين ده واحد في الوسط وفي الفول. تمام، تمام؟ بيفرق معاك طبعا المقاعد الجلد زي ما احنا قلنا، والكراسي الكهرباء، وذاكره المقاعد، ده تخزين ذاكره المقاعد. تمام، يعني تختلف من راكب لراكب. ايوه، تقدر انك انت تخزن وضعيتين للمقاعد، هي العربيه بيجي معاها مفتاحين، درايفر 1 ودرايفر 2. لو انت فتحت بدرايفر 1 اوتوماتيك بتيجي التخزين بتاع درايفر 1 بيظبط المقعد على درايفر 1، لو فتحت بدرايفر 2 بيظبط المقعد على درايفر 2 على حسب المفتاح اللي انت ماسكه. تمام، جميل جدا. خلينا اوريك دي، دي بتطفي لوحدها كده باللمس. اي باللمس. اوكي كده، بس تعدي تعدي ايدك من عليها كده، بس عشان احنا فاتحين الباب. عشان هي احنا ممكن نعمل اوف كده، بس تقدر تفتحها بقى وتقفلها زي ما انت عايز تاتش يعني، تقرب اساسا زي الطياره يعني. ايوه. تمام، ممتاز جدا. خلينا بقى يعني احنا شفنا السياره، احنا كده شفنا السياره من الداخل، دي المقاعد الخلفيه. خلينا ناخد الانوار لقطه ثانيه كده من الداخل. الانوار ما شاء الله تصميم محترف، تصميم احترافي جدا، وكده يبقى شفنا السياره بالكامل. دي مواصفاتها برضو عشان خاطر الناس تبقى عارفه الوضع عامل ازاي. 16.2 لتر. ايوه تمام، كيلو 16.2 من نوع ممتاز. أيوة، ممتاز. 1500 سي سي تيربو، تيربو اي مطلع 180 حصان. تمام، مع جير اعتمادي جدا اللي هو السي في تي بتاع هوندا، معروف اعتمادي وفي نفس الوقت موفر في الوقود. تمام، جير خفيف في الوزن واعتمادي، مش محتاج اي صيانات غير كل 40000 كيلو تبديل زيت، ولكن ممتاز جدا جدا، وجير اعتمادي، افضل الجيور الموجوده في فئتها. يعني انا اقول ان الشنطه ممكن تفتح كده، الشنطه ممكن تفتح بالقدم، خدت بالكم، وبتقفل نفس الحركه. ايوه، هي فيها ثلاث حاجات، ممكن فيها الكيليس اواي. كيليس اواي ده انا بدوس عليه. تمام، تمام، لما بكون انا بشيل اغراض من الشنطه وببعد، ببعد بالاغراض على طول، بتقفل اوتوماتيك على طول من غير اي حاجه. تمام، حلو. او ان انا اقدر اقفلها وافتحها من خلال الزرار، او بالقدم، او بالريموت كنترول، حاجه من الثلاثه تقدر تفتح وتقفل. الصفاره دي معناها قفلت خلاص. ايوه كده، انها قفلت. ممتاز جدا. كان في حد بيعلق امبارح بيقول الشنطه مش راضيه تفتح، فانت بس محتاج، هو لازم يكون معاك المفتاح. عفوا، الله يكرمك. المفتاح لازم يكون قريب ورجلك قدام وورا. دي الشنطه، خلينا اوريها لكم قبل ما نقفل عشان طولنا عليكم. ده السبير، السبير موجود. تمام، السبير جنطه عادي، جنطه عادي عشان 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 يديك مساحه في الشنطه كويسه. ممتاز، مساحه الشنطه توصل ل 380 لتر. جميل. تمام، يعني مثلا لو تاخد لها مثلا شنطه، وهنا دي ودي عده الادوات بتاعتها، ودي كل المواصفات عن السياره. وفي هنا برضو منفذ للشحن، موجود، وفي اضاءه، وفي علاقه ال اي دي، ال اي دي والساوند سيستم. في سب اوفر هنا، سب اوفر، يعني حاجه محترمه قوي. خلينا بقى نقفل الشنطه. احنا كنا بنقول لو ممكن تضغط هنا، لو انت بتشيل اي حاجه وتشيل اغراض، هي في حساسات شايفاك دايما كده، تبعد عنها كده بقى. خلاص قفلت الشنطه، ويبقى كده ختمنا حلقه مميزه جدا عن عربيه محترمه قوي، اتوقع الناس يعني هتعجبها قوي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد شريف. احمد شريف، شكرا جزيلا. العفو، شكرا. كل نشوفك بقى في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، بالتوفيق. شكرا، حياك الله. شكرا.